أهلا بكم مشاهدينا إلى الساعة الأخيرة، معكم أنا جمال عزديني وتتابعون فيها. إيران تثير الجدل في مؤتمر ميونخ للأمن، ظريف يضع الأوروبيين أمام خيار الالتزام بالاتفاق النووي أو السير في ركب واشنطن، وفي طهران روحاني يقول أن إيران مستعدة لتحسين العلاقات مع كل دول الخليج، فيما تستدعي وزارة الخارجية سفيرة باكستان للاحتجاج على خلفية هجوم زاهدان. إسلام أباد كانت أولى محطات جولة بن سلمان الآسيوية في رحلة البحث عن حلفاء، فكيف ستوازن باكستان بين علاقاتها المستقرة نسبيا مع إيران وبين حاجتها لتعزيز علاقاتها مع السعودية؟ ونتابع أيضا، إسرائيل تضيق الخناق على الفلسطينيين بقرارها خصم 138 مليون دولار من أموال الضرائب. الحمد لله يقول أن القرار يضع الاقتصاد الفلسطيني في دائرة الخطر، فكيف ستواجه السلطة؟ ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد. اختتمت أعمال مؤتمر ميونخ للأمن وسط خلافات بين الحاضرين حول عدد من القضايا الملحة، وخيم الملف النووي الإيراني على جلسات اليوم الأخير، إذ حذر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف من أن المنطقة تعيش أجواء حرب جديدة تقف وراءها الولايات المتحدة وإسرائيل. من جهة أخرى، قال وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إن تنظيم الدولة لم يهزم وأنه لا يزال يسيطر على مناطق واسعة من سوريا. وعن حصار قطر، قال الوزير القطري إن بلاده منفتحة على أي محادثات لإنهاء الحصار. مؤتمر ميونخ للأمن في نسخته لهذا العام شهد خلافات علنية بين الحلفاء، خصوصا في ملفي التعامل مع روسيا وإيران. ندعو حلفاءنا الأوروبيين إلى عدم تجاهل العقوبات الأمريكية على إيران والانضمام إلينا لمواجهة إيران اقتصاديا ودبلوماسيا. الأوروبيون استقبلوا وزير الخارجية الإيراني، ولا يبدو أنهم على اقتناع بالانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران، فيما حذرت طهران من أن المنطقة تشهد أجواء حرب. أمس وهنا في ميونخ كرر السيد بنس نفس العبارة وطالب بكل غرور الأوروبيين للانضمام إلى العقوبات الأمريكية، متجاهلا التبعات الأمنية ومتخليا عن التزاماته. أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الذي حضر المؤتمر استقبل عددا من المسؤولين، يتقدمهم القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي. Please welcome His Excellency the Foreign Minister of Qatar. وزير الخارجية القطري شدد في كلمته على أن بلاده منفتحة على الحوار لفك الحصار المفروض عليها. There is no cooperation between any of us. ليس هناك أي تنسيق بين دول الخليج، كنا نختلف في أمور كثيرة منذ 20 عاما أو أكثر، لكننا لم نصل إلى هذا الحد حيث انقطع الاتصال بيننا. المؤتمر شهد مشاركة ممثلين عن الشباب والمنظمات غير الحكومية لإيصال صوتها وحث الحكومات على معالجة الأزمات الإنسانية. مؤتمر ميونخ للأمن في نسخته هذا العام شهد خلافات حادة بين الحلفاء الأوروبيين، هذا إضافة إلى الضغوطات الهائلة التي تمارسها واشنطن على أعضاء حلف الناتو لتحمل النفقات العسكرية. سليمان بوصوفة، تلفزيون العربي، ميونخ.
إذن كان هذا تقرير موفدنا إلى ميون خاص سليمان بوسو، فأجمل فيه أبرز المحاور التي تم التطرق إليها في مؤتمر ميونخ، ولكن سنحاول أن نركز النقاش على الملف الإيراني. ولذلك ينضم إلينا من طهران الدكتور عماد بشناس، أستاذ العلوم السياسية في جامعة طهران، كما ينضم إلينا من باريس كمال ترابية الكاتب الصحفي. مرحبا بكما. أبدأ معك دكتور أبشناس من طهران. كانت هناك تصريحات كثيرة في الحقيقة لوزير الخارجية الإيرانية السيد جواد ظريف، ولكن لفت تصريحه عن قرب حرب أو نشوب حرب هائلة كما وصفها في المنطقة، وحذر من أن الولايات المتحدة وإسرائيل تسعيان إلى اندلاع حرب. ماذا وراء تحذيرات ظريف أمام الضغوطات الأمريكية المتصاعدة؟ هل باتت إيران مقتنعة بأن أو مدركة أن الحرب قادمة لا محالة؟ تحياتي لك يا أستاذ جمال وللضيف العزيز والمشاهدين الأعزاء. في الواقع ما قاله ظريف أن هناك من يدفعون لنشوب حرب في هذه المنطقة. اليوم الولايات المتحدة وإسرائيل وحلفاء الولايات المتحدة من الدول العربية هم يدفعون المنطقة إلى حرب. إيران تحاول أن تتفادى هذه الحرب، ولكن إذا ما استمر الوضع على هذا المنوال فمن المؤكد يعني اليوم الحرب الاقتصادية، الحرب السياسية، الحرب الإعلامية جميعها هي في ضد إيران موجودة، وهناك الحرب العسكرية آخر المطاف. يعني إذا لأننا اليوم وصلنا إلى طريق مسدود، الولايات المتحدة وحلفائها أوصلوا الوضع بين إيران وهذه الدول إلى طريق مسدود، والخروج من هذا الطريق لحد الآن هو السبيل الوحيد هو الحرب، لأنه ليس هناك أي كلام عن السلم أو أي محاولة لحل هذه الأزمات التي تحصل اليوم. يعني هذا المؤتمر كان يعني شهد تبادلا للتصريحات بين ظريف وأيضا نائب الرئيس الأمريكي مايكل بانس، أيضا من الأستاذ كمال ترابية من باريس. بانس يعني حمل رسالة يبدو من واشنطن مفادها للأوروبيين، مفادها إما أن تنضموا إلينا في محاصرة إيران وتدفعوا للأطلسي، وإلا فإن العقوبات هي الخيار وهي الحل، ولوح بمبيعات السيارات في الولايات المتحدة. هل برأيك أوروبا في موقف يسمح لها بالوقوف أمام هذه الضغوطات الأمريكية، لا سيما فيما يتعلق بإيران؟ أوروبا تحاول أن تنقذ الاتفاق النووي الموقع بين إيران والدول الست. انسحبت من هذا الاتفاق الولايات المتحدة، ولكن أوروبا مجتمعة كاتحاد أوروبي لها نظرة أخرى، فهي ترى أن بقاء إيران ملتزمة بهذا الاتفاق هو أكثر فائدة من خروجها. نعم هذا معلوم سيد ترابية، ولكن هل أوروبا قادرة هل أوروبا قادرة على المضي في هذا الموقف وعلى الحفاظ على هذا الموقف، أم هي ستنتهي مرغمة على القبول بالإملاءات الأمريكية؟ أوروبا لازالت لغاية الآن لا تزال تحاول مقاومة هذا القرار الأمريكي من خلال مثلا تأسيسها لهيئة خاصة من أجل التبادل التجاري مع إيران خارج النظام العالمي المالي العالمي الذي يسيطر عليه الدولار. هذا موقف محسوم بالنسبة للدول الأوروبية. وثانيا يعني أوروبا تريد أن تنقذ المنطقة من خيار قد يقود إليه التعنت الأمريكي. أوروبا لا تسعى أو بالأحرى ليست لها مصلحة في اندلاع حرب إقليمية، حرب في الشرق الأوسط، أو بالتالي في رؤية توتر قد ينفجر حربا بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى.
الأمن والسلام الدوليين يبدأان بتهدئة النفوس وبالتالي إيجاد قاعدة للحوار مع إيران وأيضا مع الولايات المتحدة. مصالح أوروبا ليست دائما متطابقة مع مصالح الولايات المتحدة، شاهدنا نحن في مؤتمر ميونخ هذا التناقض. صحيح. وهذه المواجهات الكلامية. وزير الخارجية الفرنسي جون إيف لودريون تحدث مثلا عن الموقف الأمريكي انسحاب لو ولا انسحاب من شمال شرق سوريا، قائلا إن هذا الموقف هو غير مفهوم، وتساءل علنا كيف تقول الولايات المتحدة إنها ستقف سدا منيعا في وجه التوسع الإيراني وهي في انسحابها المزمع من شمال شرق سوريا. نعم. إنما وإيران لا تزال تعول على هذا الموقف الأوروبي الإيراني. يعني نعم، إيران لا تزال دكتور بشناس، طهران لا تزال تعول على هذا الموقف الأوروبي الرافض للضغوطات الأمريكية، ولكن هل طهران يمكن أن تضمن بقاء الموقف الأوروبي على ما هو عليه؟ يعني أعود لك بنفس السؤال، أليست أوروبا ربما ستضطر بالنهاية أمام الضغوطات الأمريكية لقبول الموقف الأمريكي أو وجهة النظر الأمريكية؟ في الواقع أن المصالح الأوروبية هي في كما قال الضيف من باريس، هي في أن لا تندلع حرب في هذه المنطقة. واليوم الأوروبيون في وضع، يعني الساسة الأوروبيون في وضع كما قال الدكتور ظريف، أنهم يجب أن يتخذوا القرار، هل يريدون أن يقفوا أمام الغطرسة الأمريكية أو يريدون إيجاد حل لهذه الأزمة. إذا ما حصلت أي حرب في هذه المنطقة، الأوروبيين هم أول من سيواجهون عواقب هذه الحرب. يعني رأينا الحروب التي حصلت إن كانت في سوريا، العراق، في ليبيا، جميع المهاجرين تدفقوا إلى أوروبا، المشاكل تدفقت إلى أوروبا. طبعا إذا حدثت حرب في هذه المنطقة، حرب جديدة، أوروبا ستكون أول الذي يعني يصل إليه الصدمات. ولهذا فنحن اليوم نتوقع من الأوروبيين كإيرانيين، نتوقع من الأوروبيين أن من الساسة الأوروبيين أن يتخذوا قرارا حاسما بالنسبة لموقفهم. القرار الذي قاموا باتخاذه أخيرا في إعلان الإنستكتس بدل أن يعلنوا عن الاس بي في، هو كان قرارا يعني هزيلا إذا ما أردنا أن نقول، يعني بعد 8 أو 9 أشهر. نعم، لأنه الضغوطات كثيرة دكتور أبشناس، أن يقوم الأوروبيون. نعم، ضغوطات كثيرة ربما تمارسها الولايات المتحدة على كل حال، هنا على القرار أوروبا. يعود إلى الأوروبيون. نعم نعم، أعود إلى السيد كمال الطربية. السيد ظريف، نعم، ولكننا أيضا لحد الآن لا نستطيع. نعم، دعني أعود يعني البعذرة منك دكتور أبشناس، أن نعول على الأوروبيين في تصرفهم. نعم، أعود بسؤال أخير إلى السيد كمال طربية من باريس. ظريف حذر أيضا أوروبا من مخاطر أو تحمل، دعاها إلى تحمل المخاطر إذا أرادت أن تسبح ضد طيار الأحادية الأمريكية الخطير على حد وصفه. هل أوروبا مستعدة إلى ذلك؟ نعلم أن الولايات المتحدة حذرت أوروبا في الكثير من الملفات التجارية، الاقتصادية، آخرها خط نورد ستريم 2 لنقل الغاز إلى أوروبا من روسيا. يا سيدي، أوروبا وقفت بقوة وبصلابة في وجه القرار الأمريكي بالانسحاب من المعاهدة النووية، وبالتالي أوروبا قالتها علنا وأكثر من مرة، وكما جددت هذا القول في مؤتمر ميونخ الأخير، أنها مستمرة بالالتزام بهذا الاتفاق ما دام الطرف الإيراني ملتزم به. أوروبا أيضا أقامت هيئة خاصة لمتابعة تجارتها مع إيران عبر المقايضة، وبالتالي هذا قرار هام اتخذ على مستوى الدول 27 للاتحاد الأوروبي. يعني مسألة ليست سهلة للغاية أن تتخذ أوروبا مجتمعة هذا القرار. ولكن بالمقابل أوروبا تطالب إيران كما هي تمد يدها، يد التعاون ويد التهدئة إلى إيران، أن تبادلها إيران بالمثل. أي مثلا هذا يعني الحفاظ على المعاهدة
الاتفاق النووي وأيضا التجارة مع إيران لا يحول دون وجود مخاطر جدية تشعر بها أوروبا وتتقاسمها مع الولايات المتحدة بالنسبة للسياسة الإيرانية استراتيجية، سياسة تصنيع الصواريخ، السياسة الباليستية، سياسة التمدد في هذه المنطقة. يعني هنا السيد ظريف يعني يمكن أن يفهم كلامه من الرأي العام الإيراني، ولكن الرأي العام الأوروبي لا يرى أن هناك مجال لابتزاز أوروبا أكثر في هذا المجال. المطلوب أيضا من إيران أن تبادر بخطوات حسنية من خلال الحد من حجم التسلح الصاروخي والباليستي، وأيضا إيجاد وأيضا المحاولة إلى إيجاد سياسة تهدئة في الإقليم وفي منطقة الخليج. كتب صحفي من باريس. كما أشكر أيضا الدكتور عماد بشناس أستاذ العلوم السياسية في جامعة طهران. قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن ارتماء بعض دول المنطقة في أحضان أمريكا والصهاينة حسب تعبيره يعبر عن خيارات خاطئة، مشيرا إلى رغبة طهران في تعزيز الأخوة مع دول المنطقة. يأتي ذلك فيما لا تزال إيران تعيش على وقع هجوم زاهدان الذي استهدف الحرس الثوري الإيراني، حيث قالت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية إن وفدا باكستانيا رفيعا بصدد التوجه إلى طهران لبحث تداعيات الهجوم. بين وارسو وميونخ وطهران يكتمل المشهد الإيراني. إيران الغائب الحاضر في مؤتمر وارسو لم تفوت فرصة مؤتمر ميونخ. وزير الخارجية الإيراني يجري لقاءات عديدة تخفي ربما أكثر مما تكشف. ظريف يتهم إسرائيل بالسعي نحو الحرب، فيقف الرئيس روحاني على الضفة الخليجية الشمالية داعيا لوحدة لم تتحقق يوما على الأقل مع من قصدهم ربما على الضفة الخليجية الجنوبية. أمن المنطقة هو بيدنا نحن الدول الإسلامية، ويجب أن نكون موحدين للحفاظ على أمنها، لكن للأسف بعض جيراننا اختاروا الطريق الخطأ وذهبوا إلى أحضان أمريكا والصهيونية، ويعتقدون أن إيران القوية لديها أطماع بهم، لكن ما نريده هو علاقات وثيقة وأخوية. بين رؤيتين إيرانية وغير إيرانية قد يبدو تفجير زاهدان تفصيلا ليس بكبير. التوعد الإيراني بالرد تزامن مع استدعاء الخارجية الإيرانية لسفيرة إسلام أباد المعتمدة لديها، ومع رسائل غير مباشرة تدركها باكستان ليعلن في نهاية المطاف عن توجه فريق متخصص من إسلام أباد للتنسيق مع الجهات المختصة الإيرانية. تطورات لا يمكن قراءتها بعيدا عن زيارة محمد بن سلمان ولي عهد السعودية إلى باكستان، لكن بنظرة أوسع تبدو المرحلة مرحلة مخاض وحسم للخيارات السياسية إقليميا على الأقل، وإن وسط رائحة بارود لم يشتعل بعد. عدة سيناريوهات يتم تنفيذها، فإقليميا تحاول السعودية جذب حلفاء لصالحها في مواجهة إيران ومنهم باكستان، ودوليا تقرع أمريكا وإسرائيل طبول الحرب، لكنني أعتقد أن إيران لن تنجر أو تستفز ولن تلعب بملعب يريده أعداؤها. مشكلات الداخل تضاف إليها ضغوطات الخارج، هذا هو واقع إيران اليوم، واقع يعيش تبعاته المواطن الإيراني. انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي وإعادة فرض العقوبات على طهران، مؤتمر وارسو، محاولات متتالية لزعزعة الأمن في إيران آخرها تفجير زاهدان، هي ليست إلا مراحل لتضييق الخناق على إيران اقتصاديا وسياسيا وأمنيا، فكيف تكون النهاية داخليا وخارجيا؟ والعبرة كما يقال في الخواتيم. حازم كلاسة، التلفزيون العربي، طهران. وصل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى العاصمة الباكستانية إسلام أباد في مستهل جولة آسيوية، وكان يفترض أن يصل بن سلمان إلى إسلام أباد السبت، لكن الزيارة تأجلت إلى يوم الأحد وفق إعلان سابق من الخارجية الباكستانية. وأفاد الديوان الملكي السعودي اليوم أن جولة بن سلمان الآسيوية تشمل باكستان والهند والصين،
بينما أعلنت ماليزيا وأندونيسيا أن ولي العهد السعودي طلب تأجيل زيارته إلى البلدين التي كانت مقررة ضمن الجولة ذاتها. وتعد هذه ثاني جولة خارجية لولي العهد السعودي في سياق محاولات الخروج مما يصفها مراقبون بعزلة خاشقجي، إشارة إلى اتهامات بتورط مسؤولين في المملكة بقتل الصحفي الراحل جمال خاشقجي في قنصلية الرياض بإسطنبول. هذا وقالت وسائل أعلام سعودية أن بن سلمان وقع اتفاقيات مع باكستان بقيمة 20 مليار دولار. نجحت إسلامآباد طيلة عقود في مسك العصا من الوسط في علاقتها مع المحورين السعودي والإيراني. علاقة إسلامآباد والرياض توصف بالوطيدة، وتجلت في مساعدات مالية ضخمة من السعودية لباكستان، بالإضافة لمشاركة الدولتين بالحرب ضد حركة طالبان. العلاقة الباكستانية الإيرانية وصفت هي الأخرى بالمستقرة، فإيران من أوائل الدول التي سارعت بالاعتراف بدولة باكستان بعد انفصالها عن الهند عام 1947، رغم أن طهران ما زالت تحافظ على دفء العلاقة مع نيودلهي التي تدخل في صراع مع إسلامآباد حول كشمير. بقيت المنطقة الحدودية الشاسعة بين إيران وباكستان آمنة رغم هجمات قلما تحدث، إلا أن هجوم جيش العدل يوم الأربعاء الماضي الذي أودى بحياة 27 من عناصر الحرس الثوري الإيراني في محافظتي سيستان وبولشتان دفع بإيران للتنديد بالهجوم والخروج عن الصمت. مسك العصا من الوسط لم يعد حلا في الوقت الراهن، فطهران استدعت السفيرة الباكستانية ونددت بالهجوم وتوعدت بالانتقام من السعودية والإمارات واتهمتهما بالوقوف وراء الهجوم، وأكدت أنها ستشن معركة لا هوادة فيها ضد الإرهاب. تنديدات إيران صاحبت زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لإسلامآباد، زيارة من شأنها جلب استثمارات كبيرة لبلد يعاني من ويلات اقتصادية جمة. تبقى العلاقة الثلاثية بين إسلامآباد والرياض وطهران مرهونة بكبح جماح امتداد نفوذ وحروب بالوكالة وهجمات في منطقة أشبه ما تكون على حزام ناري بسبب تباين المواقف بين السعودية وإيران. ولتسليط الضوء على هذه الزيارة ينضم إلينا في الأستوديو دانيال خان الباحث في جامعة برونيل في لندن. مرحبا بك. إذن زيارة بن سلمان إلى باكستان تأتي على وقع تفجير زاهدان في إيران والذي تقول طهران إن إسلامآباد متورطة فيه، زيارة أيضا على أجندات مختلفة كثيرة أيضا إقليمية ودولية. برأيك ما دلالات هذه الزيارة وما الذي يبحث عنه بن سلمان في إسلامآباد؟ في الوقت الراهن باكستان تعاني من عزلة اقتصادية، وبالتالي فالعلاقات بين باكستان والسعودية هي أساسية وهامة جدا، وكانت هذه العلاقات جيدة جدا منذ عام 1940. وفي هذه الزيارة سوف تسعى باكستان للحصول على استثمارات بقيمة 20 مليون دولار مما سوف يساعد الاقتصاد الباكستاني، ولكن هناك بعض الاتهامات من إيران التي ذكرتها، حيث أنهم يتهمون باكستان بأشياء معينة، ولكن أعتقد أن هذه الاتهامات سوف تختفي وسوف تصبح باكستان عبارة عن جسر بين هاتين الدولتين الإسلاميتين وبين الشيعة والسنة. وبالتالي فالحكومة الباكستانية حاولت دوما أن تكون جسرا بين العلاقات، وبالتالي سوف تستمر باكستان في العمل مع طهران والسعودية. هنا نتساءل كيف يمكن لباكستان وهو حليف قوي لكل من إيران والسعودية أن يوازن بين العلاقات بين هذين البلدين، ونعلم الأجندات المختلفة لكل دولة والصراع الدائر الآن بينهما في المنطقة. Like both of the countries
كلا الدولتان كما تعرفون لا يمكن أن يحل المشكلات بالصراع. لا يوجد أي صراع في العالم يمكن أن يحل من خلال النزاع والصراع الدائم. وبالتالي فالسعودية تعاني بعض المشكلات الدبلوماسية، وباكستان تعاني بعض المشكلات الاقتصادية، وبالتالي فباكستان والسعودية لابد أن يجد إلى حلول. وأيضا بالنسبة لإيران فلابد من حل المشكلات الاقتصادية وأيضا المشكلات الدبلوماسية. وبالتالي باكستان يمكن أن تضع الدولتين على طاولة المفاوضات. ولكن الاستثمارات الضخمة التي ذهب بها بن سلمان إلى إسلامباد 20 مليار دولار ووعود استثمارية أخرى ضخمة، لا تعتقد بأن بن سلمان يرغب في شيء مقابل ذلك، وهو استمالة ربما إسلامباد إلى صفه، وليس فقط الاقتصار على مجرد الحوار أو الوساطة بين البلدين؟ We should understand it is not taking sides. لابد أن نعلم أننا لا نأخذ جانب أحد الدولتين. نعم بالطبع كل دولة تحاول أن تقنع الدول الأخرى في أن تقف إلى جانبها، ولكن الحكومة الباكستانية لا تعمل على ذلك، وإنما تعمل على التوازن بين الرأي. وبالتالي لن يكون سهلا للحكومة أن تأخذ جانبا مع إحدى الدولتين. لدينا سياسات خارجية لابد أن نتبعها، فلن تأخذ باكستان جانب إحدى الدولتين. فنحن نعرف أن ذلك حدث في عام 2016 بخصوص اليمن، وسوف تستمر السياسة الخارجية كما هي بدون أخذ جانب معين أو آخر. وبالتالي فسوف ترغب باكستان أن تقنع السعودية بالاستثمار في باكستان، لأن باكستان تحتاج إلى ذلك. ماليزيا أيضا سوف تعطي بعض الاستثمارات، ولكن لن يكون فقط من السعودية. وفي الوقت نفسه السياسات الخارجية لباكستان هي سياسة مستقلة وسوف تبقى مستقلة. شكرا لك دانيال خان، الباحث في جامعة برونيل في لندن. عبر الجيش الكوبي عن دعمه للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، واتهمت هافانا واشنطن بالإعداد لاعتداء ضد فنزويلا. من جهته دعا زعيم المعارضة الفنزويلية خوان غوايدو إلى مظاهرات دعما للمتطوعين الذين سيتوجهون إلى الحدود مع كولومبيا لإدخال المساعدات الأمريكية. القوات الجوية الأمريكية تدخل على خط الأزمة الفنزويلية، وتحط رحالها قرب الحدود حاملة مساعدات غذائية تكفي ل 25,000 شخص. الجيش الأمريكي بصدد إرسال 3 طائرات عسكرية من طراز C-17، وقد وصلت واحدة منها إلى مدينة كوكوتا الكولومبية قرب الحدود الفنزويلية. وبهدف السماح لدخول تلك المساعدات إلى فنزويلا، دعا زعيم المعارضة خوان غوايدو مناصره إلى مظاهرات في كل أنحاء البلاد في 23 من الشهر الحالي، اليوم المفترض لدخول المساعدات. لن يحصل ذلك فقط عند الحدود حيث سيكون المتطوعون، بل أيضا في كل مدن البلاد حيث ستجري تظاهرات في 23 من فبراير بانتظار دخول المساعدات. Para esperar el ingreso de la ayuda humanitaria. آلاف المتطوعين أبدوا استعدادهم للمساعدة في توزيع تلك المساعدات عبر أنحاء البلاد. لقد تطوعت أنا والعديد من الأخوات للمساعدة في عملية إعادة بناء هذا البلد، ونقوم بدورنا من جانب إنساني ومن جانب إيماني لخدمة الإنسانية وما يطلبه مجتمعنا منا الآن. لكن دخول تلك المساعدات إلى فنزويلا لا يزال يواجه رفضا قاطعا من قبل الرئيس نيكولاس مادورو الذي نشر الجيش على الحدود لمنع دخولها. وتعتبر مسألة دخول المساعدات نقطة هامة في الأزمة الفنزويلية، كون البلاد تشهد أزمة اقتصادية حادة
أفقرت ملايين الأشخاص، وذلك وسط نقص في السلع الأساسية مثل الغذاء والدواء. إذن الأزمة في فنزويلا لا تزال مستمرة بأبعادها الإنسانية هذه المرة. عن آخر تطورات هناك ينضم إلينا موفدنا إلى كاراكاس صابر أيوب. صابر، هل باتت الأزمة تختصر في إدخال المساعدات الإنسانية إلى فنزويلا؟ كيف يتعامل الشارع الفنزويلي اليوم مع تطورات هذه الأزمة؟ نعم جمال، هكذا يبدو الحال. تفصيل المساعدات الإنسانية أو الأزمة الإنسانية ما هو إلى تفصيل أو التفصيل الأبرز الآن في الأزمة الفنزويلية. هناك أمور أخرى تجري بالإضافة إلى الأزمة الإنسانية التي تعتبرها الولايات المتحدة لحد الآن في الوقت الراهن كجزء كبير للضغط على حكومة مادورو، كذلك بالنسبة للمعارضة. إذن هي التفصيل الأبرز لحد الآن في هذه الأزمة، ويعتمد عليها في تدوير هذه الأزمة من مختلف الزوايا. بالنسبة لمعسكر مادورو يعتبر أن فنزويلا لا تحتاج إلى مساعدات، لا تحتاج إلى فتات، لا تحتاج إلى طعام عفن كما يقول من الولايات المتحدة. ما تحتاجه هو رفع الحصار حتى تتمكن هذه البلاد من الوقوف أو من إطعام الجائعين أو إطعام الفقراء في هذه البلاد. ويقول أنه يطعم بالفعل أكثر من 6 ملايين عائلة فنزويلية رغم شح السيولة المالية بسبب الحصار الأمريكي. بالنسبة لي المعسكر الآخر، معسكر المعارضة، غوايدو يعتبر أن مسألة إدخال المساعدات الإنسانية لمساعدة الفقراء، وهي في الحقيقة لا تكفي فقط إلا إلى 25,000 نسمة، بينما بعض الأحياء هنا فقط في كاراكاس الأحياء الفقيرة يفوق عدد تعداد سكانها أكثر من 100,000 نسمة. إذن هذه المساعدات لا تكفي، لكنها هي من تحرك خيوط الأزمة الفنزويلية نظرا لإصرار الولايات المتحدة. الولايات المتحدة تتحرك عسكريا في دول محيط الكاريبي، في البحر الكاريبي، في الدومينيكان ريبابليك أو جمهورية الدومينيكان، في الجزر في بورتوريكو، في جزر قريبة من السواحل الفنزويلية، تتحرك عسكريا من أجل نقل هذه المؤونة. لكن كوبا تقول أن هذه التحركات العسكرية مشبوهة، والهدف منها بطبيعة الحال الدخول في مواجهة عسكرية مع فنزويلا. كنا أجرينا حوار أو مقابلة مع خوان غوايدو زعيم المعارضة الفنزويلية، سألناه عن ما هي توقعاتهم، كيف ستنتهي هذه الأزمة، وما هي أيضا طلباتهم من الولايات المتحدة، هل تكون عسكرية في مرحلة من المراحل. فأجاب أن الشعب الفنزويلي سيقوم بكل ما في وسعه من أجل إنهاء ما وصفه باغتصاب السلطة، من أجل إنهاء حكم مادورو. وهنا تشترك المعارضة الفنزويلية مع الولايات المتحدة في إنهاء حكم مادورو. وربما نترككم لمتابعة جزء من هذا اللقاء الذي أجريناه مع خوان غوايدو زعيم المعارضة الفنزويلية الذي نصب نفسه رئيسا بالوكالة، ومن وقتها دخلت البلاد في أزمة. من دون تردد أجزم أن كل يوم يقضيه مادورو في السلطة يجعله معزولا وفاشلا وعاجزا عن حل مشاكل الفنزويليين. المسألة لا تتعلق بالشرعية التي يفتقدها فحسب، بل بعجزه الفاضح في حل أزمات المياه والنقل العام وتوزيع الغذاء والتضخم، لأنه هو نفسه سبب التضخم. إن سألتني إلى أي مستوى يمكن أن يذهب الفنزويليون لتحصيل حقوقهم الدستورية وسيادتهم، الجواب هو إلى حد فرض الضغط اللازم لوقف اغتصاب السلطة وإنهاء الدكتاتورية في فنزويلا. قررت الحكومة الأمنية الإسرائيلية احتجاز مبلغ 138 مليون دولار من تحويلات الضرائب المستحقة للسلطة الفلسطينية بسبب ما تقدمه السلطة من مخصصات مالية إلى عائلات الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.
وجاء في بيان أصدره مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن المبلغ يساوي ما دفعته السلطة الفلسطينية العام الماضي لإرهابيين مسجونين لدى إسرائيل ولعائلاتهم والسجناء المفرج عنهم على حد قوله. ويقول الاحتلال الإسرائيلي أن هذه المخصصات تشجع على مزيد من العنف. من جهته قال رئيس حكومة تسيير الأعمال الفلسطينية رامي الحمد الله إن القرار الإسرائيلي يضع الاقتصاد الفلسطيني في دائرة الخطر ويهدد قدرة الحكومة على الالتزام بدفع رواتب وأجور الموظفين في مواعيدها المقررة. لمحاربة الإرهاب. للمزيد ينضم إلينا من رام الله جهاد حرب الكاتب السياسي. مرحبا بك أستاذ جهاد. إسرائيل تمر من التهديد إلى التنفيذ وتقوم بقطع جزء من أموال الضرائب، كيف ستواجه السلطة هذا القرار؟ الرئيس عباس قال سابقا أن السلطة سترفض كل المبلغ إذا قطعت إسرائيل فلس واحد منه، وهذا ما قامت به السلطة الفلسطينية قبل عامين عندما حاولت إسرائيل اقتطاع جزءا من أموال المقاصة لغايات إسرائيلية لما يتعلق بأحكام المحاكم الإسرائيلية. أعتقد أن السلطة الفلسطينية ستذهب إلى هذا الاتجاه، هي عدم استلام أموال المقاصة التي تقدر بين 650 مليون إلى 700 مليون شيكل، بحوالي 150 مليون دولار شهريا، في ظني أنها لن تستلمها حتى تجعل هناك ضغطا على الحكومة الإسرائيلية. وأعتقد أن الجانب الأمني أو المؤسسة الأمنية في إسرائيل هي تسعى وتدفع بعدم الاقتطاع، لأنها تدرك أن كلما كان الاقتصاد الفلسطيني هشا، كلما لم تستطع السلطة الفلسطينية تقديم الرواتب في مواعيدها وتقديم الخدمات الصحية والتعليمية وغيرها، بالفعل أن الأمر سيفلت من إيديها أو أن الظروف. رئيس الحكومة حكومة تصريف الأعمال سيد حمد الله حذر من أن الاقتصاد الفلسطيني سيدخل مرحلة الخطر وعدم قدرة السلطة على دفع الرواتب. إذا هي رفضت قبول المبلغ، كيف ستواجه السلطة هذه الأزمة؟ بالتالي هناك يعني أزمة كبيرة ستحدث، كيف ستتعامل معها؟ نعم، أولا اقتطاعات ستكون محدودة إذا جاز التعبير، حدث عن 12 مليون دولار شهريا سيتم اقتطاعها على مدار العام، وليس الحديث عن اقتطاع كامل المبلغ، لأن 500 مليون شيكل أو 138 مليون دولار هو يعني ما سيدخل السلطة الفلسطينية خلال شهر، وهو يقارب ما تحققه المقاصة. لذلك لا أعتقد أن إسرائيل ستقتطع كامل المبلغ، لكن الفلسطينيين سيرفضون هذا المبلغ لأنهم يدركون أنه جزء من الضغط على الحكومة الإسرائيلية. وما قاله رئيس الحكومة هو أن الاقتصاد الفلسطيني أصلا يعاني، وأن الدفعات الشهرية للموظفين هو الذي يحرك الاقتصاد. عندما تضخ الحكومة الرواتب للموظفين في السلطة الفلسطينية يتحرك الاقتصاد الفلسطيني خلال العشرة أيام الأولى من الشهر أو بعد الرواتب، ومن ثم ترقد الأسواق الفلسطينية، وهذا الركود سيؤدي إلى تصعيب الحياة، وهذا سيؤدي إلى اتجاه عكسي وهو يعني الانفجار أو ربما الانفجار. لكن خلينا نقول أن الخطوات الإسرائيلية هذه جاءت في سياق أيضا انتخابي، بالفعل هناك سياقات كثيرة ورهانات كثيرة أصوات اليمين الإسرائيلي. نعم، لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو في اتخاذ مثل هذا القرار أو حتى قرارات أخرى. أشكرك جزيل الشكر جهاد حرب الكاتب السياسي، كنت معنا من رام الله. أفرجت حكومة الوفاق الوطني الليبية عن أهم المسؤولين في النظام الليبي السابق أبو زيد دورتا من سجنه في طرابلس الذي قضى فيه 8 أعوام. وتوجه دورتا حال الإفراج عنه إلى تونس، وهو يعد من أهم الشخصيات في النظام السابق، وكان قد شغل أكثر من 12 منصبا رفيعا بينها رئيس الوزراء ومندوب ليبيا في الأمم المتحدة، وكان رئيس جهاز الأمن الخارجي للمخابرات الليبية قبيل سقوط نظام معمر القذافي. الإفراج عن أبو زيد دورتا يأتي بالتزامن مع حلول الذكرى 8 لثورة فبراير، حيث قال مسؤول أمني ليبي إن عملية الإفراج تأتي تأكيدا لأهمية المصالحة الوطنية
بين أبناء الشعب الليبي. أحييكم. رحل القذافي ولم يتحقق الحلم. حلم الليبيون بدولة عصرية وديمقراطية تحل محل الظلم والاستبداد. خيال الليبيين لم يجنح إلى ما جنحوا إليه. لم يتحسبوا ظلم ذوي القربى بوأد ثورتهم. في مثل هذا اليوم من عام 2011 خرجوا. وبعد 8 سنوات من رحيل العقيد معمر القذافي أملهم رؤية شعاع ضوء في آخر نفق الشقاق. وإن ليبيا تستاهل مننا أكثر من هيك، أن نمدوا يدينا لبعضنا، أن نتصافح، أن نتصالح، أن نحن ننسوا أحقادنا، ننسوا أحزاننا، ندفنوا كل الماضي. البلاد تغرق في وحل الصراع، والمحصلة كما هي. أكثر من 40 عاما من التدمير الممنهج بأيدي أبنائها وتخطيط خارج الحدود. كنا نحن كمواطنين نربو التغيير، نجارب الشوارع ونرفعوا الشعارات والهتافات ونرفع بعلام الاستقلال، ولكن كان المتربصين بنا يخططون. ومنذ الإطاحة بنظام معمر القذافي في 2011 لم يتوقف الصراع على السلطة. صراعات أبطالها مجموعات مسلحة وعشرات القبائل، حكومة شرعية مقرها طرابلس غربي البلاد، وسلطة منافسة في الشرق يمثلها برلمان طبرق والمشير المتقاعد خليفة حفتر المدعوم من الإمارات ومصر. حملة حفتر العسكرية خلفها رهانات سياسية ونفطية ومالية وفق محللين، وتنذر بتخريب الجهود الرامية لإنهاء الأزمة السياسية الليبية، مع محاولة جديدة لتنظيم انتخابات في 2019 كما تعتزم الأمم المتحدة. نبقى في الشأن الليبي، حيث قال رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري خلال حواره في برنامج حديث خاص على التلفزيون العربي، قال أنه من المستحيل إجراء الانتخابات العامة في ربيع العام الحالي طبقا لما ورد في اتفاق باليرمو الموقع في نوفمبر تشرين الثاني من العام الماضي. مستحيل، بعد 2 أو 3 أشهر مستحيل. الانتخابات يجب أن تكون على قاعدة، على أولا يجب أن يسبقها الاستفتاء على الدستور، وفي حال تعذر ذلك لأي سبب يجب الاتفاق على قاعدة دستورية واضحة تجرى عليها هذه الانتخابات، وهذا 2 غير موجودين. على أي قانون ستجرى الانتخابات؟ كيفية توزيع الدوائر؟ كيفية شروط المترشح وشروط الناخب والمنتخب وغير ذلك؟ هذه كلها تحتاج إلى قوانين، وهذا غير موجود. الأرضية غير موجودة، فلا يمكن إجراء إقامة البناية والأرضية ما زالت لم تبنى بعد. اللقاء كاملا مع رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري سيبث غدا في برنامج حديث خاص على التلفزيون العربي في الساعة 6:30 مساء بتوقيت غرينتش. ونعود إلى الإفراج عن أبو زيد دوردة وهو أهم رجالات القذافي للحديث عن هذا الموضوع. ينضم لنا من طرابلس السنوسي إسماعيل الكاتب الصحفي. مرحبا بك سيد إسماعيل. بداية، ما طبيعة هذا الإفراج؟ هل هو فعلا يأتي في إطار المصالحة الوطنية كما يقول البعض، أم أن الأمر يتعلق ربما بصفقة سياسية؟ تحية لكم طيبة ولجميع الأخوة المشاهدين في كل مكان. نعم. هو الإفراج أساسا يعني أتى بعد تقرير من اللجنة الطبية يعني احتياج يعني حاجة السيد أبو زيد دوردة للعلاج في مصحات خارج المصحة التي يتم علاجه فيها داخل المؤسسة التي موقوف أو مسجون فيها. نعم. هذا هو الأساس الاتصال. يعني الإفراج لنقل أنه إفراج صحي أتى عبر قرار من وزير العدل. طبعا إن كنا نتكلم عن أنه إشارة إيجابية في الذكر، ولكن دعني أتوقف معك عند هذه النقطة سيد إسماعيل. نعم، دعني أتوقف معك عند هذه النقطة. إذا كان الإفراج الصحي، حالة البغدادي المحمودي يعني حالته الصحية أسوأ بكثير من أبو زيد دوردة، لماذا لم يتم الإفراج عنه أيضا؟ وكثر الحديث في الماضي عن الإفراج عن الكثير من رجالات نظام القذافي.
نعم، هو يعني من المؤسف أن يكون هناك من يحتاج إلى العلاج خارج السجون ويحرم من ذلك بكل تأكيد مهما كانت يعني التهم الموجهة إليه، ولكن كما ذكرت لك يعني هو الإفراج عن السيد أبو زيد الدرد أتى في هذا السياق، لم يأتي في سياق مثلا متكامل بحيث يكون هناك قانون مثلا عفو أو مثلا مصالحة أو ما شابه، ليس هناك هذا الأمر إلى حد الآن في البلاد. لا يزال هناك الكثير من السجناء السياسيين يعني محسوبين على النظام السابق، موجه لهم طبعا تهم جنائية من خلال القضاء الليبي، وحتى السيد بوزيد دوردا من خلال قرار الإفراج الذي يعني قرره وزير العدل يعني مكتوب فيه أنه يعني هذا لا يعني توقف المتابعة القانونية للتهم الموجهة إليه. وبالتالي فإننا هنا نتكلم عن يعني أعتقد بأنه إجراء ليس يعني لم يصل إلى درجة المصائن أنه يكون جزء من مشروع مصالحة، ولكن مع ذلك فهو إشارة إيجابية بكل تأكيد، خاصة أن أبو زيد دوردة معروف يعني باعتداله ومعروف بأنه كان يعني محسوب على على الجناح الإصلاحي في النظام السابق، كان له جهود كبيرة في إطلاق سراح السجناء السياسيين في النظام السابق، وكان له أيضا جهود كبيرة في يعني التأثير على يعني معمر القذافي زعيم النظام في ذلك الوقت، والذي كان من الصعب أن يستطيع أي أحد أن يؤثر عليه في أي مجال. كان أبو زيد دوردة من الشخصيات المعروفة وطنيا بأنه يعني ساهم في كثير من الإصلاحات في 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 البلاد. نعلم بأن هناك يعني فشل لمشروع ليبيا الغد، ولكنه أبو زيد دوردة كان له دور إيجابي كبير في كثير من الملفات في ذلك الوقت. يعني أشكرك جزيل الشكر سنوسي إسماعيل الكاتب الصحفي، كنت معنا من طرابلس. إلى تونس الآن، حيث أعلن مصدر قضائي اعتقال 7 أشخاص إثر اضطرابات وقعت كرد فعل على وفاة شاب تونسي بعدما أوقفته الشرطة قرب منتجع الحمامات الساحلي. وأعلنت وزارة الداخلية فتح تحقيق في ملابسات وفاة الشاب الذي ألقي القبض عليه وأغمي عليه لدى نقله إلى مركز الشرطة بحسب الوزارة. ليلة ساخنة عاشت على وقعها منطقة بركة الساحل بمحافظة نابل التونسية. كر وفر بين قوى الأمن ومحتجين غاضبين على خلفية مقتل شاب مقيم بالخارج داخل مقر أمني في ظروف غامضة. عائلة الضحية اتهمت قوى الأمن بالتسبب في مقتله بعد الاعتداء الشديد عليه. حددوه مشوه اخرج ولدي جمال وجمال رجع لي مروا شوفوه هاك شفت زينو كيفاش وكيف رحكوا بيه يا ماما راني والوحيد اللي يصل في دارهم هذا يا ماما جاني من بقض الصلاة. احتقان دفع وزارة الداخلية إلى إرسال تعزيزات أمنية لتطويق الاحتجاجات أدت إلى اعتقال 7 شبان رشقوا الشرطة بالحجارة والزجاجات الحارقة. رواية الداخلية التي قالت إن حادثة الوفاة كانت خارج المقر الأمني بعد شجار مع مرافقين له لم تشفي غليل هؤلاء المحتجين. توردوه فهمت عملوا فيلم كونكوا معناها الراجل أوفر دوز وترشنوا وريق بيردو من هنا خلينا نسمع يزيو من سبليه الشعب يا خوي تفيقوا شوية راه عملنا ثورة باش الناس تقفل الريحة ونقضى حقوقنا. الأجهزة الأمنية فتحت تحقيقا قضائيا في الحادثة وأوقفت رجل أمن ومرافقين اثنين للضحية للتحقيق معهم في انتظار صدور تقرير الطب الجنائي لمعرفة ملابسات الحادثة وصحة تعرض الضحية للتعذيب. أعادت حادثة مقتل الشاب أيوب بن فرج داخل مقر أمني في ظروف غامضة الجدل بشأن عودة ممارسات التعذيب التي عانت من ويلتها البلاد قبل الثورة، ممارسات دفعت إلى تكوين هيئة للوقاية من التعذيب، لكنها اليوم تشكو من نقص الإمكانيات ومحدودية الدعم الرسمي. بسام الدعاسي، التلفزيون العربي، تونس. وللحديث أكثر عن هذه الحادثة ينضم إلينا من تونس رفيق الغاق عضو مرصد الحقوق والحريات في تونس. مرحبا بك أستاذ رفيق. بداية، هل توفرت لديكم أي معطيات جديدة حول ظروف وملابسات مقتل هذا الشاب؟ عائلته تقول إنه قتل تحت التعذيب في مركز الشرطة. بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا على الدعوة.
الحقيقة مرصد حقوق الحريات لما بلغت المعطيات هذه أنه ثم أمر متعلق بانتهاكات حقوق الإنسان، اتحركنا على عين المكان ووثقنا عديد الشهادات التي تؤكد يعني عدم صحة رواية وزارة الداخلية وتفند عديد المعطيات الموجودة فيها. هذا كله تحرك من جانب حقوقي، هذا ما أكده الشهود منهم محامين ومنهم مواطنين حضروا على الحادثة، اعتداء واضح وجلي يعني وخطير جدا، ثم تدخل بالغاز اللي يستعملوه أعوان الأمن كان تدخل مفرط على مستوى العنف المادي أي اعتداء بالعنف، وعلى مستوى استعمال الغاز أسباب الوفاة المباشرة يستحيل أن تكون كما قالت الداخلية في روايتها، يعني رواية غريبة جدا يعني متاع لم نستطع السيطرة عليه وكان يضرب في روحه لغير ذلك، هذه كلها مزاعم وهي لا تستقيم بشهادة ما وثقناه من أيضا الوزارة كان محامي أو رفيق الغاق. الوزارة تقول بأنها تقوم بالتحقيق وسننتظر نتائج التحقيق، ولكن الاتهامات التي وجهتها العائلة وأيضا أقرباء الشاب يقولون بأنه توفي تحت التعذيب. تونس القضاء على التعذيب كان من أبرز ربما الأهداف أو الأشياء التي من أجلها قامت الثورة في تونس، هل هذه الممارسات لا تزال متواصلة ومستمرة اليوم في مراكز الأمن التونسية؟ بكل أسف يعني هذه الممارسات ما زالت متواصلة. الأمر المشجع لتواصلها هو دعم الجهات القضائية ومساعدة الأمنيين للإفلات من العقاب، يعني تكاد تكون القضايا المفتوحة ضد أمنيين من أجل اعتداء بالعنف سواء أدى للقتل أو أدى لنسب مختلفة من العجز تكاد تكون 1%، يعني واحد من الأمنيين يتلقى العقاب اللي الحد الأدنى منه مقبول، بقية الأمنيين يتلقون كل الدعم القضائي للإفلات من العقاب كما شفنا في القضية هذه. من الغريب جدا يعني نفس الفرقة نفس نعم. النوع من فرقة الأمن الحرس الوطني يسند لها البحث ومصيدة السماع شكرا. في حين أن زملائهم هما المتهمين، هذا أمر غير مقبول. شكرا جزيلا لك رفيق الغاق عضو مرصد الحقوق والحريات، كنت معنا من تونس. بهذا نأتي مشاهدينا إلى ختام الساعة الأخيرة، نشكر لكم طيب المتابعة، إلى اللقاء.